محضرين. لا احنا محضرين. وفي المعهد محقورين. وفي المعهد محقورين. وفي المعهد محقورين. وفي المعهد محقورين. حاورنا المنسقة. حاورنا المنسقة. اعطتنا اجوبة. اعطتنا اجوبة. اليوم بصفتي منسق بالتنسيقية المحلية لطلبة خريجي ومري المعهد العالمية التمريضية وتقنية الصحة بالدار البيضاء نأخذ هذا الاحتجاج، هذا الشكل الاحتجاجي الثالث، الوقفة الاحتجاجية الثالثة، والتي ستكون مرفوقة باعتصام مفتوح إلى حين تحقيق مطالبنا كاملة، ألا وهي احترام القانون الداخلي للمعهد وبالخصوص المادة 12 منه واستكمال زمن دراسي المهدر وإعادة امتحانات الدورة العادية بالنسبة للطلبة المرسبين. اليوم نأخذ هذا الاحتجاج تنديدا بممارسات الشنيعة التي خاضتها منسقة شعبة محضر في الصيدلة ضد طلبة المعهد، هاد الطلبة الذين اجتازوا امتحان كتابي وتم اختيارهم وانتقاؤهم عن طريق امتحان جهوي واختبار شفهي للدخول المعهد، هاد الطلبة اللي جاءوا من مدن بعيدة، طلبة اللي يعني يتكبدون عناء السكن هنا بالدار البيضاء والمعيشة والتنقل، طلبة اللي جاءوا من مدن بعيدة، هناك من أتى من ورزازات من بني ملال، اليوم هاد المنسقة الغير مسؤولة تتخذ هذه القرارات، اليوم نطالب بإعفائها لأنه صفتها غير قانونية في المعهد، نطالب بإعفائها في أقرب وقت ولن نتهاون ولن نتراجع إلى أن يتم تحقيق جميع مطالبنا كاملة. الاحتجاجات بدأت من يوم الاثنين الماضي، بدينا وقفات، هذه هي الوقفة الثالثة والتي ستكون مرفوقة باعتصام. اعتصام إلى متى غيتم؟ إلى حين تحقيق المطالب إن شاء الله.